كتكنيك في الراديو تحت شعار الرياضة تجمعنا، احتضنت مساء اليوم القاعة الرياضية مراد عبد السلام البوني بولاية عنابة لقاء رياضي ودي جمع كلا من فريق الدفاع عن النفس تحت إشراف المدرب عبد الحميد بن مريم وفريق الأيكيدو تحت إشراف المدرب زويني بوبكر. تشارك الفريقين التقنيات الرياضية الدفاعية والهجومية، منها تقنيات الدفاع ضد الأسلحة البيضاء وتقنيات الدفاع ضد اللكمات والضربات بالأيدي وتقنيات الدفاع ضد المسكات العدائية التي نجدها في شوارعنا. برنامج تري حرص المدربين على إعطاء نصائح متنوعة لصقل موهبة الرياضيين. هذا النوع من اللقاءات الودية تساهم في تشارك الخبرات ونشر الثقافة الرياضية السليمة وتجمع الرياضات ولا تفرقها.